كنا بنجيب البصل. طبيعة المؤتمر بالنسبة لنا هي طبيعة اقتصادية بحتة، ووجهت لنا رسالة الدعوة متضمنة الجدول الأعمال الذي يدور حول واقع الاقتصاد الفلسطيني وآلية تنميته. ورسالتنا بما أن الحديث يدور عن واقع وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، لا يمكن الحديث عن اقتصاد ما دامت هناك معابر مغلقة. لذلك رسالتنا الأولى والأساسية هي المطالبة بفتح معبر رفح لتنقل البضائع والسكان بطريقة تحفظ كرامتهم وبطريقة تلبي احتياجات غزة من جهة، وكذلك الأمر تحقق عائد اقتصادي جيد للإخوة في جمهورية مصر العربية، وخاصة أن هناك المليارات التي رصدت من الإعمار في غالبيتها يستفيد منها الجانب الإسرائيلي. أكثر من 70% من هذه الأموال تستفيد منها الحكومة الإسرائيلية، أي تستفيد مقابل ما قامت بتدميره في الحروب المتتالية على غزة. لذلك لدينا طموح عالي ولدينا رؤية واضحة ومحددة من خلال أوراق عمل، ونتوقع أن يكون هناك استجابة لتلك الرؤية ولتلك التطلعات. يلا يا عمر.